يكونش قبضوا على الواد جوه الفيلا، بس اكيد لو ده كان حصل كان هيبان، كانت الدنيا هتتقلب عليها وطيه، ولا يكونش الواد ده هرب وما دخلش الفيلا من اساسه. تبقى كتبت نهايتك بايدك يا ضحروج لو كنت عملتها وضحكت عليا. يا رجاله حد جري من هنا؟ جري كده. شفت اللي حصل في الجمالية يا علي؟ كله بقى بيسرق من كله، لا حول ولا قوة إلا بالله. على رأيك يا أبويا الدنيا بقت كلها حرامية. ربنا يعدلها يا علي. دي وقعت من الحرام يا معلم. دهب يا ابني أكيد اتسرقت من حد، تلف على الجمالية حتة حتة تحاول ترجعها لأصحابها. حاضر يا معلم. يلا يا ابني يلا عشان عندكم شغل بدري. عن شغل الصبح. يا معلم وهدان. خير؟ في ايه انت كمان؟ كان في واحد غريب بيحوم حوالين البيت. واحد غريب؟ يعني محدش شاف خلقته؟ بس اطمن الرجاله مش هترجع لبيت. طب نور انت دلوقتي. حاضر يا معلم. ايه مالك يا دحروب؟ انت كنت بتجري ولا ايه؟ رجالة وهدان كانوا بيجروا ورايا. بيجروا وراك ليه رجالة وهدان؟ عملت ايه؟ اكون عملت ايه يعني؟ حكم القوي على الضعيف، على ما تخافش ربنا. روح اشرب شوية مية احسن، نفسك مقطوع اجري. اقطعوا لي نفسي يا ولاد، ربنا يبقى يقطع نفسهم من الدنيا. وهدان كان عايز منك ايه؟ لا غضنفر مش وقته خالص، بقول لك يا جدع مش قادر اخد نفسي. بعدين يا غضنفر نبقى نتكلم في الحكاية دي. محروق انا حروق. عايز ايه؟ نوم رايح من عينيا، تعالى نحكي مع بعض شويه. احكي. طيب استنى جايلك يا غضنفر. يلا